السلام عليكم، اهلا بيكم. الفيديو اللي انا بعمله معاكم دلوقتي هو المفروض كلنا نعمله في الوقت ده، على اساس ده الوقت المناسب لتخزين ورق العنب. الوقت الورق اللي طالع بيبقى صغير وناعم، مفيش فيه العروق الناشفه اللي بتبقى لما الورق لما بيعدي الموسم بتاع التخزين، بيبقى الورق هنا ناشف وقوي، ورقة بتتخن، ويبقى عشان كده في بعض الناس بتكره، يعني انها ما بتحبش ورق العنب، محش ورق العنب، عشان بتبقى فيه الالياف القوية والورقة الخشنة، وما تبقاش ناعمة وحلوة في، يعني ما بقاش طعم كده في الاكل. لكن عشان ورق العنب مفيد جدا جدا وفوائده حلوة وكتيرة، وهنقولها دلوقتي، اللي هيعرف فوائد الورق العنب هيحب ورق العنب، اللي هو مش بيحبه. وطبعا اللي هو الناس، معظم الناس اللي بتحب ورق العنب بتحب تخزنه، فانا هقول لكم على، يعني في ناس بتحاول يعني تخزن كميات كبيره، فالكميه الكبيره دي بتاخد مساحه كتيره في الفريزر، واحنا عايزين بقى ايه، مش هنخزن ورق عنب بس، فعشان كده احنا بنقول في طريقه تانية لتخزين ورق العنب خارج التلاجة خالص، وهي بنحبيها في برطمانات زي ما هنشوف دلوقتي الطريقه، وهي طريقة بسيطة جدا وحلوة، وهي نفس الطريقة اللي بتتعمل في المصانع اللي بتخزن، يعني بنجيب منه ورق العنب الجاهز ده من المحلات وكده بنشتريه، فبيبقى متخزن بنفس الطريقة اللي هنقول عليها دلوقتي. ففي البداية انا بجيب ورق العنب بغسله، مش هنقول الفوائد الاول عشان الناس ما تزهقش، عشان المستعجل عايز يعرف الطريقة الاول وخلاص. فجبنا ورق العنب غسلناه كذا مره طبعا كتير، لغايه ما الميه، لان الورق ده بيبقى طبعا عليه تراب وكده، فيتغسل كويس قوي. وطبعا زي ما قلت لكم، اواخر شهر 4 وبدايات شهر 5 هو ده الوقت المناسب جدا لايه، لتخزين ورق العنب الحلو. ورقه الصغيره حتى لو كانت كبيره بتبقى ناعمه ومفيش فيها الالياف. فجيب ورق العنب، بنشيل العرق اللي بيبقى موجود هنا الصغير ده اللي هو طويل ده، بنقصه وبنرميه، بيبقى كل الورق بالشكل ده، نحط طبقات وبنغسله ونطلعه برضو هو طبقات بالشكل ده. غسلناه، خلصنا الغسل والكلام ده هوت، ايه اللي بنعمله بقى للورق العنب؟ كل اللي بنعمله ان احنا بنجيب مية مغلية، كل مثلا كوبايتين مية على قد الكمية اللي انا عاملها، يعني ده تقريبا ربع كيلو او اكتر شوية، فبجيب كوبايتين مية بغليهم، بضيف عليهم معلقة ملح، نص معلقة سكر، دي ربع معلقة من الملح الليمون. فالملح والسكر وملح الليمون دي المواد الحافظة اللي هتحفظ لنا ايه، الورق العنب خارج التلاجة. وقلت العيار المية كوبايتين، يبقى الايه النسب اللي انا قلتها دي، معلقة ملح مع نص معلقة سكر، ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون على كوبايتين مية، ونغليهم، ندوبهم ونغليهم، وهنشوف هنعبي الورق العنب بتاعنا ازاي في البرطمان. طبعا نجيب برطمان ازاز، وهنجيب برطمان ازاز ونعبي فيه الكميات بتاعتنا على قد الكميه اللي انت ايه هتعمليها، بس هنشوف الطريقه بتبقى ازاي. نشيل بقى الورق العنب ده البرطمان اللي انا هخزن فيه ورق العنب، هو كان كمان فيه ورق عنب اساسا يعني جاهز، فانا بعد ما خلصته اهوت هنخزن فيه ورق العنب. طيب ده دلوقتي كوبايتين الميه اللي انا قلت عليهم اللي غليناهم، وده الملح والسكر وملح الليمون، هندوبهم وهجهزهم عشان هنقول هنعمل فيهم ايه. في نفس الوقت اللي انا هشتغل معاكم فيه بكون جايبه حله، يعني البرطمان ده لو نزل في جوه الحله يبقى مستريح فيها، يعني عشان بعد ما اعبي الورق العنب هنا واصب عليه المحلول اللي انا عملته، هقفل البرطمان كويس واحط البرطمان جوه الحله بالميه، وتغلي على النار لغايه لون ورق العنب ما يبقى لون كده، اتغير من اللون الاخضر للون الزيتوني الفاتح. فانا دلوقتي هعبي البرطمان معاكم واحط عليه المحلول، واحط دلوقتي الحله فيها ميه على النار، ادي الحله اهيت هحطها على النار،
الاول بقى بنشوف، بنلف، بنجيب بقى ورق العنب نلفه كده، يعني المهم نكبسه بايه، باي طريقه لفه، يعني انا بلف كده زي السندوتشات وهو لسه ني اهوت، وايه وندخل نكبس في برطمان ورق العنب على قد ما البرطمان بياخد، ياخد نص كيلو، ياخد ربع كيلو، ممكن تجيبي برطمانات مثلا على قد الايه الكميه اللي انت بتحشيها كل مره. انا عايزه تعملي برطمان ياخد نص كيلو، برطمان ياخد ربع كيلو، على الاساس لما بيتفتح يبقى تفتحيه مره واحده، ما ينفعش تقفليه تاني لانه بيبقى محفوظ بره التلج. كل بلفهم كده طبقات كده، حتى بيبقى سهل لما بتيجي، بحيث ان انت تطلعي اي هواء، يعني بحيث البرطمان يبقى محبوس كويس. طبعا بيبقى الورق فيه كبيره وفيه صغيره، وكل ما بتكون صغيره بتبقى حلوه في الاكل، وبتبقى حلوه شكلها في الحشي، بتبقى رقيقه كده وجميله وما بقاش فيها عروق كتير. فانا بحاول اكبس البرطمان على قد ما اقدر، عشان ايه هو بيطلع بقى لما بنيجي نطلعه بيطلع بلفته كده، ما هو ملفوف بيبقى سهل، ما بيبقاش منكوش ولا حاجه، واحنا بنعبي واحنا لما نيجي نستعمله ونلفه. كل مجموعه الفها واحطها كده، طبعا هما في المصانع مش بيحطوا الكميات الكبيره اللي انا بنحبيها دي، طبعا عشان ديت حاجات لي كل كميه بيبقى ليها سعر، فالبرطمان بيبقى مهوي يعني مش للدرجه دي، لكن احنا في البيت بقى بنعمل كميات وعايزين ايه نحتفظ باكبر كميه، نستغل اكبر اقل مساحه في اكبر في على اكبر كميه من ورق العنب. نشوف البرطمان يعني يكاد يكون فانا في الوقت ده اجيب المحلول اللي انا عملته، اشيل دي كده ده المحلول اللي انا عملته دلوقتي اللي هو الميه والسكر والملح وملح الليمون. طبعا زي ما احنا عملنا مع بعض اللي هو ملح الليمون عملناه في البيت، فكلها منتجات طبيعيه، يعني ملح الليمون نفسه معمول من الملح والسكر. ممكن نزود كمان شويه من المحلول عشان البرطمان ايه يوصل للاخر. بعد كده انا بجيب ال شيل الزيادات كده، بقفل البرطمان بتاعي كويس اهو كده، واقفله اهوت في الميه بتاعته، ارجع احطه بقى فين في الحله اللي فيها الميه المغليه، يعني دي فيها الميه المغليه اهي، معلش الصوت، يعني دي ميه مغليه اهي بتغلي هسقط فيها، وهي دي ميه جواها بتغلي كمان هنا. فانا هدخل البرطمان كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هي هبيض هخليه بات كده على جنبه كده شويه اهو، واحط احط ده على النار، يعني شوفي عشان الميه السخنه المغليه اللي انا صبيتها بالمحلول بتبدا اللون الورق يبقى عامل ازاي بالشكل ده، يبدا لما كل الورق ده يبقى باللون ده يبقى كده خلص عندنا ايه ورق العنب. فانا هحطه على النار يكمل غليان واقلبه كل شويه من الناحيه دي، شوفي كل ما الميه هنا السخنه جوه وبره بتخلي لونه يبقى بالشكل ده. بعد كده انا باخد البرطمان بعد ما كل اللون يبقى بالشكل ده كده،
اخده هقلبه على يعني الغطا ده يبقى تحت، هسيبه شويه وبعد كده ارجع اعدله تاني، يبقى كده اتبرشم واتقفل والهواء ما عادش هيدخل منه. طردنا كل الهواء من الحركه اللي بنعملها كده، انا بقلبه يبقى الهواء كله ما عادش فيه هواء جوه من الحراره والسخونيه دي، اتمدد وطلع، فبدا القفل بتاع اللي هو الغطا ده يحبس كويس. ارجع اعد البرطمان تاني واخليه في المطبخ عادي بعيد عن التلاجة. انا هحطه على النار بعد كده احنا بنعمل معلش الصوت بنعمل بقى ورق العنب. يعني لما نيجي نلف ورق العنب بنخلي الصوابع دايما تبقى صغيره، يعني الصوابع بالذات ورق العنب عايز الصابع الصغير يتاكل كده بالشوك على بق واحد. ما تحاوليش تلفي ورق كتير، يعني لو كانت الورقه عريضه قد الكفه قوي كده وتلفيها بتبقى فيها اوراق كتير، بتضايق بعض الناس اللي هم بيكرهوا ورق العنب عشان حاسس ان في الياف كتير في بقه. فالورقه لو كبيره ممكن اقسميها اتنين، اعمليها صباعين كده صغيرين. الحله دايما بتاعه ورق العنب بتبقى مكموره شويه، يعني خليها مكموره عشان الاوراق دي يعني تستوى ما يبقاش فيها الياف. ده بالنسبه لايه لورق العنب يعني. ولما لو انت بتسلقيه جايباه لسه طازه يعني مش مخزناه كده، ممكن وانت بتسلقيه تعصري ليمونه او حاجه بيخلي اللون فاتح عن اللون ده، يعني بيبقى اللون الزيتوني الفاتح كده يبقى اللون الورق منور، بيخلي ورقه العنب منوره وهي بتبقى مززه بطبيعتها بتزيد فيها المزازه. ده بالنسبه لملحوظه على ازاي اكيد كلكم اساتذه يعني وعارفين كل الحاجات دي، بس احنا بنقول لبناتنا الصغيرين ملحوظات البسيطه ديت. طيب بعد كده انا عندي بقى ايه فوائد ورق العنب. ورق العنب ده يعني اللي هيعرف فوائده هياكله، يعني اقول انا ما بحبوش لا هيحبه. ورق العنب مفيد لحاجات كتيره جدا، يعني ورق العنب بيفتت حصوات الكلى وبيدر البول، مليان فيتامينات ومليان معادن وخصوصا فيتامين ألف. اكل ورق العنب ده بيمنع يعني بيحسن النظر بالليل للناس اللي عندها العشاء الليلي، عشان غني جدا بفيتامين ألف، في حديد كتير فبيعالج الانيميا، في زنك كتير اللي هو مهم للعظم وللشعر ولمزيادة المناعة، في معادن تانية كتير وفيتامينات، وهو بقى يعني مفيد لالتهاب القولون والتهاب المفاصل والتهابات الفم. يعني ممكن اغلي ورق العنب ده واعمله كمشروب 3 4 5 ورقات كده واشرب منه كوبايه، بيعالج التهابات القولون، التهابات الفم، التهابات المفاصل. المغلي بتاعه ممكن اشطف بيه شعري فبايه بيفيد في حيويه الشعر وفي القشر، بيخلصنا من القشر. في بعض الناس عندها في روائح كده في الفم بتبقى عامله زي ريحه ثاني اكسيد الكربون، ده بتبقى مشاكل في الهضم، بيعالجها مشروب مغلي اوراق ورق العنب او اكل المحشي كمان. يعني محشي ورق العنب مفيد جدا عشان فيه الياف، والالياف ديت اللي فيه مفيده، يعني مش بتخن. الناس اللي فاكره ان محشي ورق المحشي ده بيتخن، المحشي عباره عن اكله مفيده جدا للرجيم، لان معظمها الياف، الالياف اللي في الخضره واللي في البصل واللي في الطماطم واللي في الورق العنب نفسه، فهو مفيد جدا، يعني مش بيتخن بالقدر اللي الناس فاكراه، الا اذا سقيتي بقى المحشي ورق العنب بكميه كبيره من شوربه البط وشوربه الوز والحاجات اللي هي كلها ضوء. فده دي الفوائد السريعه القليله اللي انا قلتها، لكن كمان هو بيقلل الكوليسترول الضار في الجسم، فبيريح القلب، الناس اللي عندها الضغط العالي، والالياف بتمنع الامساك اللي موجوده فيه، يعني واحد عنده امساك واكل ورق العنب محشي ورق العنب يلاقي ما بقاش عنده امساك. لو في وفي نفس الوقت لو في اسهال مزمن، مشروب ورق العنب ده بيعالج الاسهال المزمن، يعني على الناحيتين. فانا دلوقتي حاطه بكلمكم وبسليكم على بال ايه، اوريكم ورق العنب بيغلي على النار في الحله اهوت، هديله كمان كده عشان تشوفوها بالحله. شوفي
يعني هي تغلي على النار اهيت. ايه هقلبها بقى بالشكل ده، برطمان اهو شايفة، خلاص هي كده كلها شايفة اللون اتغير ازاي. مجرد بس دقيقة واحدة كده على الجنب التاني ده في المية دي هتلاقي اللون بقى بالشكل ده. كده خلاص ورق العنب بقى جاهز ان انا اخد البرطمان دلوقتي عشان هو سخن. هاخد البرطمان اهو همسكه كده مش دلوقتي، همسكه بالفوطة وهوقف البرطمان كده 3 دقايق كده ولا حاجة. ليه؟ عشان الهواء اللي اتمدد من الحرارة دي يخرج بره، وبقى عندنا دلوقتي نص كيلو ورق عنب مخزنيه في برطمان خارج التلاجة مش جوه التلاجة. وبكده يعني نكون بقى يعني خزننا ورق عنب. لو عندك برطمان بقى كبير في اتنين بياخد 2-3 كيلو ممكن تعمليه بالشكل ده، بس تجيبي بقى طبعا حلة واسعة بتقدر يركز فيها البرطمان بالشكل ده. واتمنى يعني يكون الفكرة عجبتكم، والفكرة سهلة وبسيطة جدا جدا، وانا بس كنت بسليكوا عشان تشوفوا النتيجة النهائية لورق العنب. وكده خلاص انا هحطه على الرخامة في المطبخ لحين بقى استعماله في بعد انتهاء موسم ورق العنب. اتمنى ما كنتش اطلت عليكم، واتمنى لو كنت افدتكم بفكرة او معلومة ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناة. تحياتي عزة زيدان، وادي احلى طبق ورق عنب ممكن نعمله في بيتنا وبكل بساطة. تحياتي ليكم عزة زيدان.